أصوات المطارق هنا لا تخطئها أذان البغداديين في أثناء مرورهم بسوق الصفافير، أشهر الأسواق البغدادية القديمة الذي يقع في قلب العاصمة العراقية. يعود إنشاؤه إلى عصر الدولة العباسية قبل قرون من الزمن. سمي السوق بالصفافير نسبة إلى الصفر، معدن النحاس بصفاته المادة الأولية لصنع أغلب الأدوات الأساسية للمنازل كالصحون والأواني المنزلية وأباريق الشاي والقهوة والمرائق والفوانيس النحاسية والنقش عليها. أهلا بكم في سوق الصفافير. سوق الصفافير يعني أنا جاية ما أقول لك فترة قليلة، لا هواية، بس كان المحلات يعني واحد بصف الله زين، وشغل كلش هواية، بحيث المحل تشوف الواحد بصف الله عبارة عن قطع أثرية، بينما هسه أنا جيت تفاجأت يعني بين كل محل ومحل فد أربع خمس محلات يبيع يشتغل هاي الشغلات، والباقي مثلا أما ملابس اما نقول مثلا شغلات مال شلون نقول مال زوالي او غيرها. هي قبل كانت يجوك اللي يتزوج ياخذ الجزر والبريق والمشربه والشغلات هاي، الحين الحمام ياخذ رقيه الحمام وياه، زين طاسه الحمام ياخذها وياه، هسه ماكو هذول، هاي لغت كلها لغت، كان الغربيه الجنوب كلها ياخذوا الشغلات، هسه لغت، هسه كان على جانب جانب ماكو جانب. يجون بالطاقة باقة يعني بالسنة بالشهرين بالتالي يجون، بس احنا شنو اشتغل بدينا ملعوب شغلتنا، لان هسه حج عامر ما يسجل الشغل ماله، بس متعلم لان هو داك الدله وابوه داك الدله، هو يقول انا ما اعرف الدله، لان شغل الدله توقفت السياحه صارت صفر، يعني مو لا 10% ولا صفر، فالصفارين تدري اصحاب عوائل يريد يعيشون، فاضطروا قاموا يبيعون محلاتهم، من اشتراها؟ أهل القماش أنا وغيري. فهسه شوف سوق الصفارين اللي بقوا به يمكن 10% من العدد اللي كان موجود سابقا ما موجودين، ونشاط بسيط هماتين، يعني مو ذاك النشاط اللي كان سابقا. اشتغلنا هواي بالبداية، اشتغلنا طريق النحاس، نقش، مناقل، اشتغلنا يعني عين كل معدن اشتغلنا. أي المكان هسه اقتصرنا على التصليح بعد ما كنت تاج بالنسبه لي. وللحديث اكثر عن سوق الصفافير معنا ابو اسامه الصفار احد اصحاب محل في سوق الصفافير. اهلا وسهلا بك ابو اسامه، حدثني عن مهنه الصفار وهل هي متوارثه، يعني كيف ترى المهنه؟ مهنه الصفاره مثلها مثل مهنة الحدادة ومهنة التجارة، على طول اللي يشتغلون بها هم يتوارثوها من آبائهم وأجدادهم، يعني مو على غفلة يجي شخص يقوم يشتغل بهاي الشغلة، بالنسبة للنجار، بالنسبة للحداد، بالنسبة للصفار. فإحنا شغلتنا متوارثة أبا عن جد، من يعني حتى ما أدنى ما يثبت أنه إحنا نشتغل بهاي الشغلة من اكثر من 100 سنه ان شاء الله. فنلاحظ انه سوقنا من الاسواق القديمه في بغداد. طبعا يعني تقريبا بنهايه الدوله العباسيه. نهايه الدوله العباسيه تقريبا 800 سنه. وبقرب من المدرسه المستنصريه لسبب. لاحظ العباسيين لما يتمركزون المكان مثلا مدرسة مستنصرية يجوها من جميع بلاد الإسلام يدرسون بها، ترى بغداد منارة يعني حقيقة، يعني منارة قبل 800 سنة، منارة من صدق مو كلام فاضي. فتلاحظ أنه كونه أسواق، هاي الأسواق تكون دائر ما يدور المدرسة المستنصرية، فأنت لو تصعد لي فوق شوية شيء تباوع المدرسة المستنصرية، قريبها سوق الأبي، قريبها سوق الوراقين اللي هو السوق مال السراي، قريبها المتنبي،
قريبها سوق الصفارين، قريبها سوق الجام، قريبها سوق القطارين اللي هي الشورجة. فتلاحظ هاي كلها الأسواق تكون دائر مداير المدرسة المستنصرية. الأستاذ أبو أسامة الصفار، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. سوق الصفافير تحفة بغدادية تكاد تندثر، فمطارق الصفارين وأزاميلهم ومساميرهم التي تنهال على صفائح النحاس بدأت تنقبض يوما بعد آخر بسبب إهمال حكومي للسوق من جهة، واستيراد البضائع النحاسية الرخيصة المصنعة في المعامل، إضافة إلى قلة المتبضعين من العراقيين أو السياح الأجانب.